والثالثة. أعزائي طلاب السادس الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في أسئلة شاملة لقواعد اللغة العربية خاصة بالامتحان الوزاري 2023. السؤال الأول عادة يجب عن 5 أفرع ولكل فرع 3 درجات. قال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. عين اسم الفاعل واعربه واذكر من فيه. الجواب: اسم النفي هو غير، إعرابه معطوف على معروشات منصوب بالفتحة وهو مضاف، ومعروشات مضاف إليه مجرور بالكسرة، أما من فيه فهو كلمة معروشات. عندنا عين اسم قلناها، قال تعالى: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. دل على أركان المدح. أركان المدح لهذه الجملة هو فعل المدح نعمة، فاعل المدح دار المتقين، والمخصوص هنا محذوف، تقديره هي، يعود على دار الآخرة. قال تعالى: قالوا أنى يكون له الملك علينا. عين اسم الاستفهام واعربه موضحا السبب. اسم الاستفهام هنا هو أنى، هو إعرابه اسم استفهام مبني في محل نصب حال، لأنه تلاه فعل ناقص استوفى خبره. أيضا عندنا قال تعالى، قلناها: قال الشاعر: يا عالم الغيب ذنبي أنت تعرفه، وأنت تعلم إعلاني، تعلم إعلاني وأسراري. يقول: استخرج أداة النداء وبين المنادى ونوعه. أداة النداء هي يا، المنادى عالم الغيب، نوعه مضاف إلى معرفة، يا عالم الغيب. شوف الجملة اللي بعدها: جملة يقول: عالج المريض نفسه، وعالج المريض نفسه. يقول: بين الاختلاف بين كلمتين نفس في الجملتين ثم أعرب الثانية. الاختلاف أعزائي الطلبة أنه نفسه في الجملة الأولى لا تعتبر توكيد معنوي، لأن عالج المريض إذا أحدث نفسه تصير الكلمة ما تامت المعنى، لا يمكن حذفها. أما في الجملة الثانية فهو توكيد، وتعرف توكيد معنوي لأننا يمكن حذفها ومستوفية شروط التوكيد المعنوي. نجي على السؤال اللي بعده. قال الشاعر: ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي، إن الثريا وذان الشيب والهرم. أعرب ما تحته خط، ما أبعد العيب. إعراب ما تحته ما تعجبية بمعنى شيء، تعرب نكرة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أبعد فعل ماضي جامد جاء على صيغة التعجب مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر وجوبا يعود على ما. العيب مفعول به منصوب بالفتحة، والجملة الفعلية أبعد العيب في محل رفع خبر للمبتدأ، خبر المبتدأ ما. شوف السؤال الثاني اللي منقيناه. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. سم المحذوف في النص وقدره، اعرب ما تحته خط، الخط تحت لا تبديل. المحذوف هو كلمة موجود،
في قولنا لا تبديل لخلق الله، التقدير لا تبديل موجود لخلق الله. إعراب تبديل اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فرع باء يقول أجب عن أولا أو ثانيا. أولا، قال الشاعر: عندي رسائل شوق لست أذكرها، لولا الرقيب لقد بلغتها فاكه. ما أثر حذف ما فوق الخط على حكم التقديم معللا؟ الحذف يعني الخط على عندي رسائل شوق على شوق، شلون نجاوبها؟ يقول إذا حذفنا ما فوقه خط فيصبح التقديم تقديما وجوبا، يصبح التقديم راح يصير تقديم وجوبي. الشيء الآخر بالسؤال يقول ما أثر ها معللا يعني السبب، ذاكرا السبب. السبب أنه الفرق في الجملة الأولى، أي تعرب اسم استفهام في محل جر بالإضافة، أما الجملة الثانية فتعرب اسم استفهام في محل نصب مفعول به لأن تلاها فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. يقول الكتاب كتاب أي صديق استعرت وأي كتاب استعرت، ما الفرق في إعراب أي في الجملتين الآتيتين؟ الفرق قلنا احنا الفرق في اعراب الجملتين الاتيتين، الاولى قلنا تعرب اسم استفهام في محل جر بالاضافه، اما الجمله الثانيه فتعرب اسم استفهام في محل نصب مفعول به لانها تهالاها فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. نجي على فرع جيم يقول: قال الشاعر: لا حبذا أنت يا صنعاء من بلد، ولا شعوب هوى مني ولا نقم. دل على المخصوص بالذم وأعربه ثم بين نوع فاعله فاعل الذم. الجواب: المخصوص بالذم هو أنت، ويعرب مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم، أما مبتدأ خبره محذوف وجوبا تقديره هي نوع فاعل فعل الذم الذي هو اسم إشارة ذا. عندي أيضا يقول: ولا توقت هروب فيما تخير دهري. قدر المحذوف ثم ضع فعلا للنفي بدلا لات مغيرا ما تراه مناسبا. المحذوف هو اسم لات وتقديره الوقت، وإذا نستبدله بفعل آخر نأتي بالفعل ليس، ويصبح ليس للوقت وقته هروب، ليس للوقت وقته للوقت العفو وقت ليس للوقت وقته ليس للوقت وقته هروب. نجي على اللي سؤال آخر. قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. دل على التعجب وبين نوعه. ثانيا، دل على التوكيد وبين نوعه. التعجب الموجود في هذه الآية هو سبحان الذي، نوعه تعجب سماعي بالمصدر. التوكيد كلمة كلها، نوعها توكيد معنوي. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ما خصائص الهمزة ثم استبدل هل بالهمزة؟ وإذا تعذر اذكر السبب. قلنا خصائص الهمزة الواردة هي الخصيصة لها الصدارة في الكلام، حيث أن أتى حرف العطف الواو بعدها، والخصيصة الثانية استفهم بها عن الجملة المنفية، وهذا غير ممكن مع هل. لا يجوز استبدال هل بالهمزة لأنها جملة منفية، وهل لا تدخل على الجمل المنفية. نقول: هيا مطيعا والديه أبشر بالخير. حول المنادى الشبيه بالمضاف إلى منادى مضافا،
مجريا التغييرات اللازمه. راح نقول المنادى شبيه بالمضاف هو مطيعا والديه، واذا اردنا ان نحوله الى منادى مضاف نقول هيا مطيعه. شوفوا ما نقول مطيعا بالتنوين الفتح، بس نخلي فتحه هيا مطيع والديه. قال الشافعي: فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى. في الشطر الأول من البيت مفاعيل متأخرة، اجعلها مقدمة وجوبا. نقول اياه تهوى، وايضا نقول اياك يهوى. هذه احنا خليناها لان احنا قلنا اذا شفتوا الضمير متصل، شوفوا فما كل من تهواه، تهواه كلمة تهواه يهواك قلبه، فتهواه تقدر تقول هذا وحدة تقول إياه تهوى لأن هاي الهاء، ويهواك الكاف تصير إياك يهوي. هذه بالنسبة لتقديم المفعول به على الفعل والفاعل. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.